السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم البرامج اللي موتتها أوتوديسك. أوتوديسك ساعات بيبقى عندها بعض البرامج وبعد كده تحس إن البرنامج ده مش بيجيب لها أرباح فبتروح موقفة خالص. ده حصل مع برامج كتيرة زي ما هنشوف دلوقتي. وأوتوديسك مش شركة برمجة، هي شركة تقدر تقول تسويق، يعني هي تشتري البرامج وتعملها دعاية كويسة جدا وتبيعها بشكل قوي. يعني هي اشترت الريفت، اشترت ال 3 دي ماكس، اشترت المايا، اشترت النفس ووركس، تقريبا كل البرامج اللي عندها بلا استثناء هي اشترتها وعرفت تعملها تسويق قوي جدا. بس بعد فترة بتلاقي نفسها مثلا في كام برنامج ما بيكسبوش حلو، او خطتها التسويقية بتعتمد البرامج بتقف وتسوق لبرامج اخرى فما بتترددش ان هي توقفها. وفي شركات كتيرة بتعمل كده، يعني حتى شركة مايكروسوفت ممكن تلاقي برنامج منافس ليها تشتريه وتقول له ايه مش عايز منك حاجة، المهم ان البرنامج ده مبقاش موجود ينافسني في السوق. طيب تعال نشوف بعض البرامج اللي اوتوديسك هتوقفها. تمام، زي مثلا ادفانس كونكريت. تمام خلاص، هي الادفانس كونكريت هيبقى موجود في اوتوديسك ريفيت، ده الالترناتيف او البرنامج البديل اللي موجود. هل كل امكانيات ادفانس كونكريت بقت موجودة في الريفيت؟ لا. تمام، الايس ديزاين، او بيقول لك في هنعمل حاجه اسمها الايس كونسبت، اوكي مفيش مشكله. هتلاقي عندك مثلا اوتوكاد ديزاين سويت ستاندرد، عمل مجموعه ثانيه مفيش مشكله. الاوتوكاد بي اند اي دي، حطه في الاوتوكاد بلان 3 دي مفيش مشكله، كويس ان هو ده واجهه. يعني في حاجات بيبقى هو شايف انها لما تكون موجودين في برنامج واحد يبقى احسن، وفي بعض البرامج بتبقى قويه جدا وملهاش بديل ووقفها، زي برنامج الايكوتكت اللي هو بتاع السستينابيلتي اللي احنا شرحناه، وبرنامج الفزاري قوي جدا وبرضه وقفوه. ولا هتلاقي البديل في الريفت وما لقيناش غير حاجات بسيطه، يعني في بعض الامكانيات موجوده وفي بعض الحاجات اللي احنا كنا بنحبها مش موجوده. طيب بدا يقول لك مثلا الاوتوكاد يوتيليتي ديزاين ده خلاص وقف. طيب في عندك السي اف دي فليكس سبسكريبشن، ده قال لك غيروا النظام بتاعه بس لسه برضه ايه موجود. في عندنا الفلو ديزاين بدأ يحط برودكت ديزاين للمصانع. في الهوم ستايل ده احنا برضه شرحناه، قال لك في بدائل ليه دلوقتي زي تينكر كاد، الريفت، الريفت لايف، فورم 360. بس هو الهوم ستايل بصراحة كان مميز ان هو سهل. في عندنا مثلا برنامج ايه تاني، الشوكيس. تمام، قال لك اشتغل ب 3 دي ماكس، اشتغل بالفيرد. اعتقد ان شوكيس اقرب حاجه لي الريفت لايف، تمام، من ناحيه السهوله ومن ناحيه المزايا اللي فيه، فريفت لايف يعتبر افضل الترناتيف او اقرب حاجه لي كالترناتيف. تمام، برضو ستينجري ده محرك كان قوي جدا وكنا متفائلين بخير. والبدائل مش هما دول، البدائل ان انت تشتغل ب اوتوديسك فورج. اوتوديسك فورج تقدر تربط الحاجات ببعض او تقدر تشوف اي بديل اخر. ففي طبعا قائمه اكبر من دي بكتير، دي بعض الامثله على موقع اوتوديسك، بس في برامج كتيره زي ما قلنا كنت وفزاري و بيوقفها خالص. وحتى جوجل برضو بتنزل قائمه كل سنه سنويا بتقول لك احنا وقفنا ايه، زي مثلا ما وقفوا كان في يعملهم هم جوجل كده منافس للفيسبوك ووقفوا. فكل مره بتلاقي الشركات بتبدا تشوف البرامج اللي هي مش بتصرف عليها وما بتجيبلهاش العائد وتروح مموتها.